دي الموقع الإلكتروني مساء الجيعة. العديد من الأصوات والمتتبعين يتساءلون عن الوضعية القانونية أو مآل مجموعات جماعات التشارك. تقريبا مرت ما يزيد عن 8 أشهر من هذه الولايات الجماعية، ولم يجتمع أو ينصب المكتب الجديد. الرئيس السابق سي محمد الحامدي رئيس المجموعة لم يتقدم لانتخابات أو المشارك في هذه الانتخابات، في انتخابات مجموعة التشارك لهذه السنة، وسبق أن راسل عمل صخرة تمارا الذي طالبه بتوسيع صلاحيات أو مجال اشتغال المجموعة. لتقريب بنا أكثر من هذا الموضوع، يسرنا أن نستضيف السيد رئيس لجنة البيئة والطاقة والماء بمجلس عمل صخرة تمارا، الرئيس السابق للمجموعة سي محمد الحامدي. بداية، لو تحدثنا عن طبيعة هذه المجموعة. شكرا أخ. بالنسبة للمجموعة الجماعة التشارك، فهي مكفوفة الأيدين لحد الآن، صارت 7 أو 8 أشهر على الانتخابات ديال 2015، والمجموعة واقفة على كل شيء. هي سبق لها كان تشتغل في المطرح ديال وادي كم. وادي كم ولا دخلت شركة جديدة اللي مشات لأم عزة، شركة فيوليا اللي دات المطرح ديال أم عزة، يعني نزع الاختصاص للمجموعة التشارك. ما بقاش عندها دابا شي اختصاص من 2009. دوزنا ولاية ما كانش عندنا شغل. طالبنا من السيد العامل، درنا رسائل للسيد الوزير على التوسيع ديال المجموعة، منها البيئة، منها لي بوانوار، منها النظافة، منها النظافة ديال الشواطئ، من عدد ديال من أجل التوسع. ما توصلنا بشيء، ولحد الآن ما توصلنا بشيء. والانتخابات اللي تكون دابا فيها أعضاء جدد المجموعة باقي ما حصلنا على والو. باقي أنا حاليا دابا اللي تم تأجيل، ما تندرو شيء، لا شيء، ما عندنا لا شيء. علما انه السيد الرئيس سمعنا بانه الثمار التي كانت تساهم في ميزانيه هذه المجموعه بنسبه ما يزيد عن 50% يعني انسحبت. نعم. من المجموعه. نعم، بالنسبه للبلديه التمار انسحبت من المجموعه، ما مثلتش الممثل ديالها. نعم. وكانت تساهم اكثر من 50% من المجموعه. اكبر ممول ديال المجموعه هي بلديه التمار. انا راسلت السيد الرئيس بلدية تمارا على واحد الشرافة اللي موقفة مدة من 10 سنين هذي، باش يرحل بها الى المستودع ديال البلدية، اللي في ملك البلدية تمارا، اللي حاليا تحت الحراسة ديال المجموعة. والمجموعة ما عندها شيء دابا. نعم، اذا المجموعة مشلولة، انتم في وضعيات شادة. بلغنا بأنكم تقدمتم السيد الرئيس مجموعة من الاقتراحات لمجلس للعمالة، وطالبتم بضم آليات وممتلكات هذه المجموعة وميزانية المجموعة للعمالة. سابقا في السيد الكاتب العام السابق كنا درنا عدد لقاءات و كان قلنا الاختيار ديال المجموعه، ما بقاش عندها شي شغل، اشغال ما عندهاش توسيع وما عندهاش فشغل. بينما ملي دخلت انا رئيس المجموعه ما دخلناش على شي فائض، ولكن اصبحت اليوم على ما يزيد على تقريبا 300 مليون سنتيم ديال الفائض. نعم، وعندها اليه ديالها، شرط منها الشرافه، منها السيارات، كلشي دابا حابس حتى من التمويل ما تنخلصوش. نعم، هذاك الشيء بغينا يضمن العمالة أو مجلس العمالة أو العمالة، بينما فيه مكتب الآليات مجهز بالآليات ديالو، بين المجموعة ما تتشتغلش وما عندهاش فاش تشتغل. إذا عبر منبرنا توجه رسالة للمسؤولين
بحل هذه المجموعة. تطلبوا من السيد العامل ومن الناس المسؤولين على هذه المجموعة يلقوا حل، يحلفوها ويدخلوا عندهم المجلس العمالة أو العمالة وش هما اللي يعرفوا واش غيديروا لها. نعم، إذا شكرا.